انا عملت داونجريد، نقلت من الابل ووتش الترا للابل ووتش سيريس 10. قبل نزلت الابل ووتش الترا من هنا وكلنا جرينا اشتريناها، قال يعني كلنا بنعمل رياضات شاقه، وده كان بسبب البطاريه الكبيره والشاشه العملاقه، وانا عملت كده الصراحه. ولكن بصدور السيريس 10 كل ده اتغير بالنسبه لي. ازيكم يا جماعه؟ معاكم ايه؟ وخليني احكي لكم انا عملت كده ليه، واتوقع تجربتي هتكون مشابهه لناس كتير. وخليني اقول لكم على حاجه، كده كده محدش بيشتري ابل ووتش كل سنه ولا سنتين، يعني اقل حاجه 4 سنين عشان تحس بفرق. وانا كمان كنت بعمل كده، انا ابتديت مع السيريس 1 العاديه جدا، بعدها جبت السيريس 4 لما حصل تغيير كبير جدا في التصميم، وتقريبا من ساعتها مفيش اي تطويرات لغايه ما رحت للابل ووتش الترا. بالتاكيد اكتر حاجه مزعجه في تجربه استخدام الابل ووتش هي عمر البطاريه، معاها لازم تخلق عاده ان انت تشحن ساعتك كل يوم، لكن الابل ووتش الترا غيرت الموضوع ده تماما، لانك بتديك بطاريه 3 الى 4 ايام مع الهيكل التيتانيوم والتصميم العنيف اللي عامل زي دبابه كده، موجه للرياضات الشاقه اللي تتعرض فيها لظروف تبهدل فيها الساعه. ولانها منتج جديد من ابل بتصميم ولاول مره يتعمل، الناس كلها جريت تشتريها وانا واحد منهم الصراحه، وطلع منها تقليد يعني 600 ساعه ثانيه من شركات صينيه. وما تفهمونيش غلط، هي الساعه رائعه، بس يعني مع السنه الثالثه اللي انا لابسها فيها ابتديت استتقلها كده. التصميم شارب قوي، مش إليجنت كده وشيك، والحته البارزه اللي على الزرار وعلى الكراون حادة قوي، ولان انا ايدي متختخه زي ما انتم شايفين وفيها دهون كتير، فلما بتني ايدي كده الحته الحاده دي بتعورني. انا مش شخص يعني بروح اعمل دايفنج وهايكنج عشان استفيد من المزايا القاسيه بتاعه الالترا دي، وجاءت السيريس 10 وحققت لي كل احلامي. طيب قبل ما اقول لكم على ايه الجديد اللي فيها، خليني اقول لك ان بيجي منها فينيشين، الفينش ده هو الالومنيوم والفينش ده هو التيتانيوم. خلينا نركن التيتانيوم على جنب، دي بتاعتي، اما دي الالومنيوم بتاعت صديقنا احمد مدحت، فمتشكر جدا ان هو يعني سلفها لي عشان افرجكم عليها. النسخه الالومنيوم السنه دي لاول مره بتيجي بفينش لميع زي ما انتم شايفين، اسمه الجيت بلاك، نسخه من الايفون 7 القديم. طيب خلينا ناخد نظره ادق كده على النسخه الجيت بلاك الالومنيوم دي، بجد الاسود بتاعها معتم جدا جدا، ولكنها زي ما قلنا من الالومنيوم، فده معناه ان اللون ده ممكن يروح، والدليل ان في هنا شويه خرابيش بسيطه هنا اهي، يعني ظاهره في اللون ده. وكمان الوش بتاعها الزجاجي هو من الازاز عادي. عشان كده انا رحت للهيكل التيتانيوم اللامع اللي الازاز اللي عليه معمول من السافاير كريستال، واللي بيجي معاه هذه الباند اللي معموله من الستانلس ستيل اسمها ميلانيز لوب، بجد لمعه الاثنين مع بعض كده يعني شكلها مجوهرات جدا. التيتانيوم السنه دي بيجي بثلاث الوان، تيتانيوم جولد وتيتانيوم سليت وناتشرال تيتانيوم. انا اشتريت السليت السودا دي اللي شكلها بصراحه كل ما ببص لها بنبسط بيها جدا يعني، وخاصه ان اللون ده لايق على كل منتجات ابل الثانيه اللي انا بستخدمها، الايفون بالتيتانيوم بلاك والسبيس بلاك بتاع الايباد برو والماك بوك برو. ودي نظره كده مقربه اكتر عن الفرق بين لون التيتانيوم سليت اللي عليه سافير كريستال ولون الجيت بلاك الومنيوم. واضح ان التيتانيوم زي ما تقولوا كده ايه، قريب من السبيس جراي، اما الجيت بلاك بلاك بجد يعني قاتم جدا ومعتم جدا. بس يعني شيء رائع ان دلوقتي بقى عندك اوبشنين لامعين سواء الومنيوم او تيتانيوم، الاثنين بيلمعوا دلوقتي، زمان كان الستانلس ستيل بس هو اللي بيلمع، يعني شكلهم تحفه الصراحه. بس التيتانيوم جولد دي اللي بجد مش طبيعيه، رائعه يعني، كنت اتمنى الذهبي يبقى بيليق عليا بجد عشان البس هذه الساعه. او شايفين درجه الذهبي دي واللمعه بتاعه الذهبي دي، فيها ايه لو كانت قبل عملت الايفون ال16 برو الجديد باللون الذهبي ده زي التنس ماكس القديم، ايام ما كانت قبل بتعمل الوان حلوه فعلا للايفون البرو. ايه يا عم احيى الكلام ده وانا داخل فيديو الفاشن بلوجر؟ معلش معلش، ما هي ساعات برضو يعني لازم اتكلم عن الحاجات الشكلية دي شوية. ماشي يا سيدي، تعالى نتكلم تك دلوقتي. الساعات دي بقت ارفع، بقى وزنها اخف، النسخة التيتانيوم كمان وزنها اقل من النسخة الالومنيوم، وفعلا مقارنة مع الالترا انا حاسس انها يعني لابس ريشة. والرفع وكونها بقت مبططة اكتر كده مع البندات بقت تحس انها ملزوقه على جلدك اكتر. الاول كنت تحس انها بارزه شويه، دلوقتي حضنه رزغي اكتر. شوف بقى الحته اللي كنت بكلمكم فيها، الكيرفات اللي هنا كده مع الكراون اللي كمان مكرف والشاشه مكرفه من كل حته، فمهما تانيت ايدي ولا ضغطت في اي حته الملمس مريح جدا، عكس الالترا اللي زي ما انتم شايفين كلها سكاكين في كل حته. وما خسرتش اي حاجه في المتانه، انا معايا نفس التيتانيوم بس دلوقتي بيلمع واشيك بكتير، ومعايا الازاز السافاير كريستال. شوف السافاير كريستال بعد سنين الاستخدام دي كلها الشاشه ما عليهاش خربوش، الهيكل اتبهدل تماما بس الشاشه
كريستال كريستال يعني. بس طبعا الالترا بتتميز بالشفه المرفوعه دي اللي بتحمي الشاشه اكتر اكيد. اما السيريس 10 كل اضلاعها مكرفه وايدجات في كل حته، ودي نقطه ضعف من ناحيه المتانه، ولكنها من ناحيه الشكل والحجم احسن كتير. موضوع الحجم ده بقى من اكتر النقط اللي خلاني انقل وانا مبسوط. حجم الشاشه السنه دي اكبر في النسختين الصغيره والكبيره، دي النسخه ال 46 مللي ودي النسخه ال 42 مللي، والاثنين حجمهم زاد زي ما انتم شايفين. وشوف بقى حجم ال 46 جنب شاشه الالترا، الاثنين تقريبا نفس حجم الشاشه والمحتوى المعروض نفس المقاس بالظبط. انا في الحقيقه حاسس ان حجم الزراير وسهوله الضغط عليها احسن في العاديه من الالترا. وشوف بقى مقاس ال 42 جنب مقاس ال 41 السابق، في فرق في حجم الشاشه، في حجم الحواف، في الكيرفات بتاع الشاشه اللي بقت مكرفه اكتر بكتير. وده لان ابل استخدمت في الساعات دي شاشه اسمها الالترا وايد اوليد، ودي اللي بتستخدم تقنيه من ال جي جديده اسمها المايكرو لينس اراي، يعني تقنيه ما كده في ترتيب بكسلات الاوليد بتخليك تشوف الشاشه من الزوايا الحاده اللي زي دي اسطع. يعني عارف انت شاشات الايدج بتاع الموبايلات، فانت لما تيجي تبص الحته بتاع الايدج دي بتلاقي ان اللون غير شويه، هو ده موجود هنا بنسبه ما، ولكن متحسن بكتير جدا عن اي شاشه ايدج هتشوفها. وطبعا انت هنا عندك ايدج في الاربع كورنرات، مش زي الموبايلات الايدج اللي هو ايدج هنا وايدج هنا بس، لا في ايدج في الاربع كورنرات، فلما تبص بالزوايا الحاده دي بتقدر تقرا المعلومات اللي على السكرين. يعني حتى لو بتختلس نظره كده عشان تبص على الساعه تعرف الساعه كام، فهتقدر من الزاويه الحاده قوي دي كده تعرف. والشاشه دي كمان في الشمس بتوصل لسطوع 2000 نتس زي الالترا بالظبط، الالترا 1 اللي كانت معايا. طبعا في الالترا 2 بتوصل ل 3000 نتس، بس انا جاي من 2000 فانا ما اتغيرتش يعني. والاهم من ده ان الشاشه بتحدث نفسها كل ثانيه، وده اللي بيخلي الاولوز اون زي ما انتم شايفين بتعرض لك مؤشر الثواني حتى والشاشه دلوقتي المفروض مطفيه يعني. وبقول لك ايه، الميزه دي بقى بجد ما حسيتش انها مؤثره في حياتي اطلاقا، اصل هي ما بتشتغلش الا على واتش فيسز معينه جدا يعني. فبصوا ده اكتر واتش فيس انا بستخدمه. الكومبليكيشنز اللي بتتحط اللي هي الويدجتس او الاختصارات بتاعت التطبيقات دي مش بتحدث نفسها كل ثانيه، فانا مثلا حاطط في النص هنا ده تايمر لميعاد الصلاه، فهو انا مستنيه بقى يحدث كل ثانيه، لا ما بيعملش كده خالص، لازم اعمل كده عشان اشوف عدد الثواني، دلوقتي نام خلاص مش هنشوف حاجه، مش هيحدث نفسه. فيعني الميزه دي مش هتاخدها الا من الواتش فيسز الجديده اللي نازله مع السيريس 10. يا عم يحيى انت بتقول ايه، كلمني على البطاريه بسرعه. حاضر بالرحمه، جاي لك في الطريق وبمهد لك بس يعني، ما خليك تتفرج على الفيديو للاخر ازاي. المهم معلش والنبي خلينا اقلع الميلانيز لوب دي، لانها يعني بصوا بتعورني وبتتعبني جدا جدا يعني. هي شكلها فانسي جدا بس هي يعني معموله ايه عشان تلبسها في الافراح في الايفنتات، مش عمليه للاستخدام اليومي نهائي. طبعا اهم حاجه ان البندات القديمه بتشتغل، يعني قبل لو كانت غيرت البندات انا كنت مشيت من الايكو سيستم ده من زمان. اي بندات استثمرت فيها سابقا هتقدر تستخدمها عادي جدا. اي بندات طبعا على حسب المقاس، يعني ده المقاس 46 فانت محتاج تركب البندات اللي هي بتاعت ال 44 والاحجام الكبيره السابقه، الاحجام الصغيره تركب عليها الاحجام الصغيره وهكذا. هي بس الفكره ان المقاس دلوقتي بقى 46 والمقاس الصغير بقى 42، فاول ما الساعه دي نزلت كانت الكبيره بمقاس 42، فالبندات القديمه ال 42 ما عدتش تركب على ال 46 بس بقت تركب على الصغيره اللي هي دلوقتي بقت ال 42. الموضوع كومبلكس شويه، هسيب لكم شارت تحت كده لينك عشان لو عايز تتاكد البندات المقاس المظبوط ايه. بس يعني خليني ابسطها لك، اخر 6 ساعات من ابل، 6 ساعات مش في الزمن، 6 ساعات من ابل بيدعموا نفس البندات. المهم من اكتر المزايا اللي انا انبسطت ان انا جربتها لان اول مره اجربها ما كانتش موجوده عندي في الالترا، يعني موضوع الدبل تاب، يعني انت لما تعمل كده تتك على اكتر زرار كبير وواضح في الشاشه، او لو انت على الواتش فيس بتاعك وعايز تنتقل للويدجتس المثبته تعمل دبل تاب، وشغالها بشكل اكيوريت جدا. يعني انت كنت قبل كده ممكن تعملها بالاكسسبيلتي، تخش جوه الاكسسبيلتي وتشغلها، بس ما كانتش بتبقى شغاله بالدقه دي خالص. نيجي بقى للميكروفون والسماعات، ودي الحاجه اللي اتحسنت كتير جدا في الابل واتش الترا عن الساعات الابل واتش العاديه. واقدر اقول لكم ان هنا في سيريس 10 انا اعتبر خدت ابجريد، كل حد كلمته قال ان الصوت نقي جدا، لان احنا هنا عندنا ميزه الفويس ايسوليشن اضافت في السيريس 10. المايك اللي جوه الساعه بقى بيعمل ميزه الفويس ايزوليشن زي المايك بتاع الايفون والمايك بتاع الايربودز، وكمان السماعات نفسها اللي بتطلع الصوت بتاع الشخص اللي انت بتكلمه بقى صوتها اعلى، اعلى في كل حاجه مش بس في المكالمات، في المنبهات، في الموسيقى والميديا اللي تقدر تشغلها. ايوه دي اكتر ميزه انا كنت مستني جدا جدا انها تضاف، اقدر اشغل بودكاست، اقدر اشغل اغاني كامله على الساعه نفسها من خلال اي برنامج بقى من اللي بتنزله على الاب ستور بتاع الابل واتش. فانا زي ما انتم شايفين اقدر اخش دلوقتي على الميوزك و
ده الصوت طالع من السماعات نفسها، السماعات بتاع الساعة نفسها. الصوت عالي مش واطي خالص. واخيرا بعد ما الاوبشن ده بقى موجود انا ما استخدمتوش ولا مرة، ومش عارف ليه الصراحة. يعني من ساعة ما هو ما كانش موجود وانا قاعد برسم في دماغي سيناريوهات، ياه ده هيبقى شيء جميل جدا ان انا اشغل بودكاست وانا بعمل مش عارف ايه، بس لا ما نفعنيش بحاجه خالص. بس هي الالترا ما فيهاش النقطه دي، فانا اخدت ابجريد برضو. ودلوقتي ما فضلش بقى غير ان انا اكلمكم عن السوفت وير. اوعى تكون بتشتم والله، يعني دقيقتين بس اقول كلمتين عن السوفت وير بعد كده نعمل بطاريه ان شاء الله. الحقيقه السوفت وير هو اكتر سبب بيخليك تشتري ابل ووتش. يعني في ناس كتير بتعمل ساعات جميله جدا من براندات كتير، وبيعملوا برضو فيتنس تراكنج وهيلث تراكنج واكتيفيتيز وكل حاجه انت ممكن تعوزها، ولكن اللي بيميز الابل ووتش هو التطبيقات، انك تقدر تنزل تطبيقات كامله. والابل ايكو سيستم وتطبيقات ابل نفسها حاجه تانية خالص. يعني شوف بجد التطبيق ده، انا لفيت مهما لفيت مش لاقي اي تطبيق زيه بجد. يعني ده تطبيق مواعيد صلاه، وكمان يعني فيه ايوه قبله، وبيديني ويدجتس باحجام مختلفه. يعني بيديني هذا الشكل من التايمر اللي ممكن يتحط في الواتش فيز اللي زي كده، او الحجم الاكبر اللي بيملى جزء اكبر من الشاشه زي ده. مفيش ولا ساعه تانية هتلاقي عليها تطبيقات بالشكل ده غير ساعات جوجل وير اس. وحاجه تانية بقى زي برنامج تتبع رحله الطيران اللي بيطلع لي برضو لايف اكتيفيتي زي ده كده، اقدر اتابع الطياره اعرف هتتأخرها مش عارف ايه. ده برنامج اسمه فلايتي، برنامج بتحكم بيه بالاجهزة الذكية اللي عندي في البيت، حتى لو من براند مش مشهور هتلاقي لها تطبيق على الاب ستور بتاع الواتش او اس، وده شيء خطير جدا. وكل الحاجات بقى بتاعت ابل اللي متسنكة مع الاي كلاود، يعني زي الريمايندرز مثلا بكل الخصائص بتاعتها موجودة هنا عادي جدا على الابل واتش، تقدر تتابع كل حاجة. واجهة السوفت وير نفسه بتاع واتش او اس 11 مع شريحة الاس 10 سلسة جدا، كل حاجة ناعمة جدا. وعايز اقول لكم البروسيسور الجديد محسسني بفرق في السرعة مقارنة بالالترا اللي بتيجي بشريحة الاس 8. يعني شوف لما بتيجي تفتح تطبيق زي كده اللودنج تايم والبتاعة اللي بتقعد تلف دي بتقعد وقت اطول على الالترا وعلى الساعات الاقدم كمان. ولو انت مستخدم قديم للابل واتش فانت عارف قد ايه مزايا الصحة بتاعها، بتحسسك ان انت لو مش لابسها ان انت حياتك في خطر. ويا مع تاريخك بقى انا لابسها من امتى بتقدر تعرف انا عامل ايه، نومي عامل ايه، بقى احسن بقى اسوأ. اتكلمت بالتفصيل اكتر عن مزايا الصحة اللي بتقدمها لك الابل واتش في فيديو قديم جدا كان معمول للسيريس 4، وكل المزايا دي ما زالت موجودة وبتتحسن كمان. يعني السيريس 10 الجديدة دي هينزل لها تحديث للتعرف على مرض انقطاع النفس اثناء النوم، السليب ابنيا. ده شيء حصري للسيريس 10 بس لسه ما نزلش، هينزل في تحديث سوفت وير. والسيريس 10 كمان بتاخد من الواتش الترا الدايفنج اب اللي بيراقب مدى العمق اللي نزلت له ونفسك وضربات قلبك وانت بتغطس. هي دي مش رياضه انا بمارسها قوي وما كانش شيء نفعني قوي في الالترا، بس هو شيء كان حصري للالترا ونزل للسيريس 10. بس طبعا الالترا هتظل افضل في هذه النقطه لانها بتنزل تحت عمق ميه 40 متر. والسيريس 10 انا اول مره اجرب معاه ميزه فايند ماي فون بشكل دقيق، فانت لما تدور على الموبايل بيديك بريسيجن فايندنج، يقول لك هو على بعد كم متر، وبيديني دلوقتي هابتك فيدباك بمدى قربي ل الايفون. فانا لما اقربه لينا كده يقول لك خلاص انت كده لقيته. هي الميزه دي موجوده من الجيل اللي فات والالترا 2 بس انا اول مره اجربها. فاوفرول بالنسبه لي كواحد جاي من الالترا 1 فانا واخد تحديثات، وزي ما قلت لكم واخد تصميم اريح واشيك وشاشه تقريبا اكبر ومواصفات تقنيه من جوه اكثر تطورا اللي حكيت لكم عنها اللي هي بسبب شريحه الاس 10. ولكن احقاقا للحق انت بتخسر شويه حاجات. بتخسر السرينه اللي بتعمل صوت علو اكتر من 80 ديسيبل عشان لو انت ضايع في الصحراء حد يلحقك. بتخسر الاكشن بوتن القابل للتخصيص اللي ممكن تخليه يشغل فلاش يبدا تمرينه. زرار زيادة مفيد جدا. واكيد اكتر شيء بتخسره واللي انت مستني ان انا اتكلم عنه هو عمر البطارية. اتأخرت عليك معلش. بص البطارية اكيد لسه احسن في الالترا شوية، ولكن في حاجة بقت احسن هنا وهي سرعة الشحن. عشان اوضح لكم الفرق محتاج احكي لكم نمط استهلاكي وشحني عامل ازاي. مع الالترا انا كنت بلبسها وهي مشحونة 100%، انام بيها ليلتين واشحنها قبل الليلة التالتة. يعني باخد تتبع النوم مرتين ليلتين ورا بعض، وفي الليلة التالتة قبل ما انام لازم اشحنها، ولكنها كانت بتاخد ساعة ونص تقريبا تشحن. فكان بيحصل كتير جدا ان انا اسيبها على الشاحن وانام وما البسهاش، فيبقى عندي في تتبع النوم في جدول تتبع النوم بتاعي ليلة ساقطة. السيريس 10 هي احسن من اي ساعة قديمة، ولكنها ستريتد على 18 ساعة استخدام، وده اللي يخليها حمولة
تتبع نوم ليلة واحدة ولازم تشحنها تاني يوم. وهنا دي الميزة اللي غيرت عادات شحني تماما، سرعة الشحن. البطارية بقى بتشحن 70% في نص ساعة و100% في ساعة واحدة. فانا خلال الشهر اللي فات اللي انا لابسها فيه بقيت بعمل ايه بقى احكي لكم. بقضي اليوم كله وانا لابسها وبنام بيها، اقوم من النوم بتكون البطارية تقريبا 30%، فبصحى احطها على الشاحن وانا بقى داخل الحمام بلبس بجهز، واللي هو الموضوع ده بياخد تقريبا 40 دقيقة. وانا بلبس هلبسها الاقيها بقت شحنت 100% لان انا مش حطها على الشاحن وهي 0%، حطيتها وهي بنسبة كويسة 30%. وساعتها بكرر الكرة تاني، اكمل بيها اليوم وانا لابسها طول اليوم وانام بيها، اقوم من النوم اعمل نفس الحركة. يعني شحنها بقى متصل بنسبة ما بدخولي للحمام الصبح. وبسبب الحوار ده انا ما فوتش ولا يوم في تتبع النوم الفترة اللي فاتت، ودي حاجة انا ما كنتش بعملها خالص. بالتأكيد لو انت مش هتطوع استخدامك لقدراتها المحدودة في البطارية يبقى الالترا هي اللي كسبانة. لازم مع السيريس 10 تتحايل على الموضوع شوية. انا بالنسبة لي ده ما كانش مشكلة، انا قدرت اظبط نمط حياتي على اني يعني اتصرف حوالين الليميتيشن بتاع استخدام يوم واحد ده، وده حقيقي ما كانش مسبب لي اي مشكلة، وانا راضي جدا عن هذه النقلة وعن التصميم الاريح. يعني هو انا عارف ان الموضوع دخل كده في منطقة التفضيل الشخصي، بس في وجهة نظري السيريس 10 خلت الالترا حصرية بس للي بيحتاج رياضات قاسية، مش اللي عايز احسن فيتشرز من الابل ووتش. يعني نقطة التفوق الوحيدة اللي بقت عند الالترا هي بس البطارية، في حين اول ما جبتها كنت حاسس انها نقله كبيره قوي عن اي ابل ووتش ثانيه. السافاير كريستال اللي ما بيتخدش، الشاشه الاكبر اللي فرقت جدا في الاستخدام، السماعات الاحسن، الميكروفون الاحسن، الشاشه الاسطع، كل ده بقى موجود عادي في السيريس 10 وبسعر ارخص، بتبدا من 400 دولار، في حين الالترا ب 800 دولار. وبصراحه النسخ اللي انا جايبها التيتانيوم دي اغلى اصلا من الالترا، فمالكوش دعوه باللي انا عملته ده. يعني مش شرط تجيب التيتانيوم، يعني ممكن تجيب الالومنيوم عادي. يعني لو عايز اعلى قيمه ما تعملش زي، لو عايز اشيك ساعه ممكن تجيب التيتانيوم. وبعدين السنه دي قبل عامله لك جيت بلاك، ماله الجيت بلاك كامل حلو. يعني اللي احلى منه هو اللايك اللي ممكن تعمله على الفيديو ده، والسبسكرايب اللي ممكن تعمله للقناه، وتسيب لي بقى رايك في الكومنتات، انت تيم ابل واتش الترا ولا تيم ابل واتش سيريس 10؟ بس كده، شكرا لك جدا على المشاهده، اشوفكم في فيديو جاي. سلام.